الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم بفيض جودك الواسع الممدود على قطب الوجود وعين أعيان دائرة الشهود المتوج بتاج إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من منه انشقت الأسرار وانطلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق، بيده لواء الحمد تحته آدم ومن عداه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نكمل ما بدأناه من شرح هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. كنا بدأنا في الفصل السادس من الباب الأول في الكتاب في الخميس الماضي، ووقفنا على آخر الفصل السادس من هذا الكتاب، وكان عنوان الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته، أي في جهة المصطفى، أي في حقه صلى الله عليه وسلم، مورد الشفقة والإكرام. المعلوم أن الإنسان إذا مر بشدة يحتاج إلى من يواسيه ويحتاج إلى من يخفف عنه، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القرآن وأمر بأن يبلغ الناس الدعوة، وليس أي ناس ولكن كل الناس، وليس لقوم خاصة ولكن للأحمر والأسود، وليس للإنس فقط ولكن للإنس والجن، هو بمفرده على الكرة الأرضية رسول للإنس والجن. أمر تكليف، شيء خطير، مسؤولية كبيرة تواجه هذا الرسول الذي نشأ في صحراء وليس عنده من الإمكانيات ولا من وسائل الدعاية والإعلام ولا الأموال التي تؤهله لأن يؤدي هذه الدعوة من حيث الأسباب المادية. فلما نزل هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا الأمر كان جلل وخطير. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن وهذا التكليف قولا ثقيلا، وواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما واجه من إيذاء قومه، فكان يحتاج إلى من يواسيه، فالذي وساه كان ربه سبحانه وتعالى. لارتفاع مقام هذا النبي الكريم كان الذي يواسيه ربه، وكان الذي يدافع عنه ربه. إذا سبه المعاندون وقالوا ساحر مجنون، رد عليهم الله سبحانه وتعالى، ولم يترك الرد لنبيه مع إتيان هذا النبي الفصاحة والفطانة والذكاء والقوة على الرد، يملك هذا كله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه كان هو الذي يسليه وهو الذي يواسيه وهو الذي يدافع عنه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة، وليس في وحي على سبيل السنة على لسان نبيه، ولكن يأتي المواساة على لسانه سبحانه وتعالى مباشرة في قرآن يتلى. وكان موضوع الفصل الثالث فيما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تسلي نبينا صلى الله عليه وسلم على ما واجهه من صعوبات في حال تبليغ الناس الدعوة. ووقفنا على قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كأن الله سبحانه وتعالى يبين له بالإيماء أن البلية إذا عمت طابت، وأن ما
يجده صلى الله عليه وسلم من صعوبات ومن تكذيب من قومه له وجده كل الأنبياء السابقين من قبله، وليس في هذا هو بدعا من الرسل. وكأنه يقول: كما كذبوك فقد فعلوا ذلك وأكثر منه مع الأنبياء من قبلك، فاصبر ولا تحزن. هذا من عظيم تسلية نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكأن الله سبحانه وتعالى يبين له أن نصره لابد أنه آت كما أتى نصره للأنبياء السابقين، ولكن الذي عليه أن يصبر فقط صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكذلك يخبره سبحانه وتعالى في هذه الآية أن مثل ما قال قومك أنك ساحر أو مجنون. والعجيب أن هذا دليل التخبط، لأن الساحر هو العالم، والعلم يأتي مع كمال العقل، فكيف يقولون عنه أنه كامل العقل أي ساحر بمعنى عالم، ثم بعد ذلك يقولون أنه مجنون أي لا عقل له؟ فهذا دليل التخبط. جماعة تقول أنه ساحر أي عالم كامل العقل، وجماعة أخرى تقول بل مجنون. أكبر دليل على التخبط هو هذا التناقض. ولكن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: كذلك أي مثل ما قال لك قومك بأنك ساحر مجنون، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. عزاه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم أي ابتلائهم بهم، وسلاه بذلك، سلاه أي خفف عنه، وسلاه بذلك عن محنته بمثله. التسلية من باب المواساة، يعني واساه وخفف عنه. كما أنك مثلا إذا زرت مريض أو زرت إنسان في مصيبة تقول: يا أخي والله لقد حدث مثل ذلك لي منذ زمن ولقد عافاني الله، وهكذا، ثم تذكر له ما حدث لك من مصاعب وكيف من الله عليك. أنك تسلي الإنسان الذي في المصيبة، كذلك فعل الله سبحانه وتعالى مع نبيه سبحانه وتعالى: وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك، ثم طيب نفسه يعني أرضاه بعد ذلك وأبان عذره له سبحانه وتعالى قوله: فتول عنهم، فتول عنهم فما أنت بملوم، أي فتول عنهم أي إشفاقا عليه، لا تتصد لهم ولا تتعب نفسك معهم، إنما أنت مذكر، ذكر فقط واتركهم وتول عنهم، لست بمسؤول عنه، تخفيفا عنه. بعدما وجد الله سبحانه وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعتصر قلبه، قلب النبي يعتصر حزنا وهما وغما على ما وجد من قومه وعلى ما فات قومه من سعادة أبدية إذا اتبعوه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلما وجد الله سبحانه وتعالى هذا الحزن والغم يملأ قلب نبيه صلى الله عليه وسلم سلاه وقال له: فتول عنهم، أي اتركهم وشأنهم، يكفيك أن تبلغهم فقط وأنت لست مسؤولا عنهم، فتول عنهم بترك معالجتهم وبترك التصدي لهم وبترك محاورتهم، أي أعرض عنهم. فما أنت بملوم، أي فما أنت بملوم بعدما بذلت لهم من نصر، وما بعدما بينت لهم من رسالة، وما بينت لهم من أمر بمعروف ونهي عن منكر، أي فما أنت بملوم في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت أي كلفت قبلهم. ومثله قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك أي اصبر لحكم ربك الذي سبقت كلمته لعباده سليم أن جندنا هم الغالبون. سبقت كلمة الله أن المرسلين لابد أن يلاقوا
التكذيب من الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى خلق النار وخلق لها أهلها، وخلق الجنة وخلق لها أهلها. فلما جاء المرسلون ليبلغوا الناس وقف أهل النار قبل المرسلين يكذبونهم، وهذه من سبق كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول له: واصبر لحكم ربك، فإن الله قد حكم على العباد أن للنار أهلها وللجنة أهلها، فليس عليك إلا أن تصبر ولا تخشى في هذا وفيما تلاقيه شيء، لأنك بأعيننا. بأعيننا، وجمع الأعين لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع، ولبيان كثرة وسائل الحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه ليس بوسيلة واحدة بل طرق كثيرة، فجمع طرق الحفظ بدليل جمع الأعين، وجمع الأعين لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع. وكان يقول: فإنك بعيننا، ولكن قال بأعيننا على سبيل جمع كثرة وسائل حفظه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تنويه لكرامة نبينا وفضله على غيره على غيره من الرسل، لأنه قال لسيدنا موسى في حق سيدنا موسى: ولتصنع على عيني، وقال في حق نبينا: فإنك بأعيننا. وفرق بين من على العين ومن بالعين، حتى إنك أنت الآن إذا قال لك إنسان مثلا: احفظ هذا الشيء الثمين، فتقول: إنه في عيني. لا تخف، إنه في عيني، أي في أشد وسائل الحفظ والصيانة. فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعين الله وليس بعين الخلق؟ بعين الله سبحانه وتعالى، أي في حفظ الله سبحانه وتعالى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا. واختار العين لأن العين ترى وتبصر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: نحن نبصر ما يحدث لك من تكذيب ونرى ذلك وندافع عنك بوسائل حفظنا من بصير سميع قدير جبار متكبر، فلا تخف. فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي اصبر على أذاهم، فإنك بحيث نراك ونحفظك. سماه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى. ويبدو أن المصنف لم يرد حصر جميع الآيات التي من هذا المعنى، ولكن ذكر بعض الآيات. ولكن الإنسان إذا تصفح القرآن وقرأ القرآن يجد من هذه الآيات ومن هذه الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره، أي مرتبته صلى الله عليه وسلم، وشريف منزلته على الأنبياء، وحظوة رتبته عليه. حظوة أو حظوة بكسر الحاء وضم الحاء، الاثنين صواب. على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم، حظوة رتبته اللي يعني حظ من الحظ، وهي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. كان فيما سبق الكلام في الفصول السابقة على ما جاء في حق نبينا مباشرة، أما في هذا الفصل قارنت ما جاء في حق نبينا مع ما جاء في حق من سواه من الأنبياء، ليبين المقارنة بينه وبين المصطفين الأخيار من عباد الله وهم الأنبياء. والأنبياء المعلوم أنهم كثيرين، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم الأنبياء؟ قال: جم غفير، 124,000. عدد الأنبياء 124,000 نبي، ذكر منهم 25 في القرآن. وعشان كده ربك يقول إيه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص. يبقى فيه من الأنبياء من لم يقص علينا خبران في القرآن ولا نعلم حتى أسماءهم ولا سيرهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فعدد الأنبياء الذين صلوا خلف نبينا في المسجد الأقصى في الإسراء وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم 114,000، منهم 313 رسول،
منهم 313 رسول، 313 رسول، خمسة أولي عزم اللي هم المعروفين، خمسة أولي العزم هم على رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا بترتيب الأفضلية، بترتيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، فعيسى، فنوح. بهذا الترتيب ترتيب سيدنا نوح أولا، ترتيب الوجود في دار الملك، أما في عالم الأرواح فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا وآدم منجلل في سنته، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا صلى الله عليه وسلم كما قال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول الأنبياء على الإطلاق في عالم الأرواح أو في عالم الجبروت، ولكن آخر بعثة صلى الله عليه وسلم في عالم الوجود، في عالم الملك، في عالم الدنيا والعوالم كثيرة. فهذا الباب يأتي لبيان فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، والأنبياء جم غفير، وهم أفضل خلق الله على الإطلاق الأنبياء لا شك في هذا، وأذكى خلق الله وأشجع خلق الله وأعرف خلق الله بالله هم الأنبياء. والأنبياء درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فالأنبياء هم درجات عند الله أيضا، أفضلهم الرسل، وهم 313 رسول بعدد مين اللي حضروا بدر من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة بدر كانوا 313 حاربوا الكفار بعدد الرسل رمز، لأن كأن الله سبحانه وتعالى يرمز أن أمة نبيه هم الوارثون، هم الذين ورثوا النبوة، نبوة جميع الأنبياء ورسالة جميع الرسل، مجرد رمز في العدد بس، ليتعظ من يتعظ ويعلم فضل هذه الأمة إن أراد أن يعلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما دعا داعينا إلى الله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. دليل إن إحنا أكرم الأمم إيه؟ إن رسولنا أكرم رسول، فإذا كان رسولنا أكرم رسول يبقى إحنا أكرم أمم على طول كده، واخد بالك؟ فدي من فضل الله علينا أنه جعلنا أتباعا لهذا النبي الكريم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، في سورة آل عمران. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، هذا ميثاق خاص للنبيين، خد بالك، غير الميثاق العام اللي ربنا أخذه من ذرية آدم كلهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ده ميثاق عام لكل الخلق على الإطلاق، حتى إن أول واحد في الميثاق العام قال بلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميثاق العام، ثم بعد ذلك أخذ الله ميثاق خاص من الأنبياء بقى، ميثاق خاص من الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ده ميثاق خاص، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي بما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني من نبوة ورسالة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، اللي هو سيدنا رسول الله، وحيجي في عهدهم مش حيجي في عهده، ده هم حيجوا قبله من حيث الترتيب الوجود، وإن كان من حيث الترتيب الأصلي في عالم الأرواح كان رسول الله سابق، ولكن من حيث ترتيب الوجود لا نستطيع أننا مثلا نقول أن سيدنا هود حيقابل سيدنا رسول الله في حال الدنيا، في وقت الدنيا صعبة دي، في حال دنيا في الاثنين، لكن هو طبعا التقى برسول الله وهو كان في حال برزخه، سيدنا هود كان في حال برزخه، ولكن سيدنا رسول كان في حال دنيا ساعة الإسراء، فيبقى ده التقاء مخصوص مش التقاء المعروف. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، أي على فرض أن يجيء إليكم هذا الرسول، على فرض لتؤمنن به ولا تنصرنه. ولذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب لما وجد معه ورق من التوراة أراد أن يطالعه سيدنا عمر، ف
فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو كان موسى بن عمران معكم ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني نهى سيدنا عمر أن يطلع على التوراة، لأنه قال له: والله لو موسى بن عمران معكم ما وسعه إلا أن يتبعني، بدليل الميثاق: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وربما يحتمل أنه أمرهم أن يعرفوا أتباعهم بأن في آخر الزمان يأتي رسول صفته كذا وكذا وكذا، حتى يتوارثوا معرفته، حتى إذا ظهر يكون معروفا في الأمم السابقة. لدرجة أن أهل الجزيرة العربية آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اليهود كانوا يشيعون قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة أن هذا أوان مبعث نبي عربي يخرج من مكة ومهره في يثرب. فانتشر هذا العلم حتى عند العرب، وانتشر هذا العلم من مين؟ من اليهود نفسهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق إليه العرب واتبعوه بناء على بشارات اليهود، ثم بعد ذلك معظم اليهود كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل دنياهم، من أجل دنياهم. يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم: ولقد جاءكم كتاب، ولما جاءكم رسول مصدق لما معكم، وكانوا ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون. ولما جاءهم كتاب، الأول آية، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني كانوا إذا حاربوا العرب قبل حتى ولادة النبي كانوا يقولون: اللهم انصرنا بمحمد، يعني يطلبون النصر بهذا النبي اللي لسه لم يولد، لأنهم يعرفوا صفته في التوراة. ويمكن احنا في أول فصل ذكرنا صفة النبي في التوراة، في هذا الكتاب ذكر صفة في التوراة إنه هو إيه: أني أنا المتوكل، لست بفظ ولا بسخاب في الأسواق، لو تذكرتم هذا في الأول. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة بوضوح، حتى إن علماء اليهود نفسهم كانوا يعني ينظرون إلى النبي ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لدرجة أن عبد الله بن سلام قال: والله إني أعرفه أكثر من ابني، لأني لا أدري ماذا فعلت زوجته، ولكن هو يعرف الرسول أكثر ما يعرف ابنه كمان. شوف قد إيه من كثرة صفاته في الكتب السابقة. فيبقى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا ميثاق خاص على أن يعرفوا أممهم بصفات هذا النبي الكريم الخاتم، حتى يتوارثوا معرفته وتتوارث معرفته الأجيال، فإذا ظهر وجد أتباعا له مصدقين به، مؤمنين متبعين ملته وسنته، ناصرين دينه صلى الله عليه وسلم. حتى إن سيدنا عيسى نفسه، الإنجيل، كلمة إنجيل معناها البشارة، كأن الإنجيل ده ما هو إلا بشارة بس. وظيفة الإنجيل إيه؟ بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة إنجيل معناها البشارة أو البشرى. طب البشرى بإيه؟ البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عيسى قال: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى وظيفته دي بس، إنه يأتي مصدقا بالتوراة ومبشر برسول يأتي من بعده صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كانت المسافة بين سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله مسافة ضئيلة في الزمن، كانت 571 سنة الفرق بين مولد نبينا صلى الله عليه وسلم ومولد سيدنا عيسى بن مريم، هم 571 سنة، لأن سيدنا رسول الله ولد سنة 20 إبريل سنة 571 ميلادية، 20 إبريل سنة 571 ميلادية من ميلاد سيدنا المسيح. فيعني الفترة الزمنية، عارف 500 سنة في عمر الزمن تعتبر كأنه مثلا سيدنا عيسى جاء العصر ورسول الله جاء المغرب، حاجة بسيطة يعني مفيش. فجاء كانت وظيفة سيدنا عيسى ما هي إلا بشرى، كأن بالضبط واحد جايب لك تليفون بيقول لك: ألو فلان هيجي لك 8 ساعة، وقفل السكه عشان بقى تستعد وتزين المكان وتوضب بالأمور عشان لما يجي هذا الضيف العزيز يجد الأرض ممهدة لك. هي دي بالضبط كانت وظيفة سيدنا عيسى، وحيكمل وظيفته سيدنا عيسى في آخر الزمان تابع لهذا النبي الكريم، لأنه صحابي. يعني لا يوجد نبي
من أصحابه رسول أولي عزم إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا رسول الله من صحابة سيدنا عيسى بن مريم، سيدنا عيسى بن مريم رسول أولي عزم من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف مقام الأمة دي إيه. إذا كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى بن مريم، ليه؟ لأن سيدنا عيسى لم يمت، سيدنا عيسى رفع حيا. يبقى سيدنا عيسى لما التقى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، واخد بالك ازاي، والتقى به ايضا في المسجد الاقصى، سيدنا عيسى كان في حال الدنيا لسه لانه لم يمت. يبقى التقى سيدنا عيسى برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حال دنياه، مش في حال وفاته، في حال دنياه. يبقى ايه؟ توفرت فيه ايه؟ خصال الصحبة. لان تعريف الصحابي ايه؟ هو من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة في حال الدنيا مؤمنا به، يبقى اسمه صحابي. يبقى سيدنا عيسى يعتبر صحابي. عشان كده الامام ابن حجر العسقلاني ذكره في طبقات الصحابة. تفتح كده كتاب طبقات الصحابة تجد سيدنا عيسى بن مريم من صحابة نبي. حاجة يعني كرامة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، عشان يبين لك فضل هذا النبي ايه. يبقى سيدنا عيسى لما جاء يبشر، وبعدين ربنا رفعه عشان ينزل يكمل. يبقى كان وظيفته يبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين هيكمل رسالته في اخر الزمان عشان يقتل اليهود جميعا، مبتدعا بالمسيح الدجال، يقتله عند بابلون، ثم تقوم الحرب النهائية. لان اذا ظهر سيدنا عيسى بن مريم مش هيبقى فيه مسيحيين بقى، المسيحيين هيمشوا وراه، هيلاقوه مشي مع المسلمين هيسلموا، هيعرفوا انهم كانوا في ضلال. اهو سيدنا عيسى اهو بتقوله ان هو مسيحي، نزل لقوه بيصلي ورا المسلمين وقتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، يبقى ما لهمش حجة. فهتجد ان المسيحيين يختفوا بمجرد نزول سيدنا عيسى، مش هيبقى فيه مسيحي، كله هيسلم، هيبقى اللي على الارض يا مسلمين يا يهود يا كفار بس، مش هيبقى بقى في حاجة اسمها مسيحيين، يا كافر يا مسلم يا يهود. يجي سيدنا المسيح يقاتل اليهود جميعا، يقتلهم بقيادة المسلمين، يقود المسلمين فيقتلوا اليهود جميعا، مبتدئا بالمسيح الدجال، فينتهي اليهود من على الارض، ويبقى على الارض ما فيش الا مسلمين وكفار بس خلاص. ويتزوج سيدنا المسيح، لانه ما تزوجش، ويتزوج ويعيش فترة من الزمن، الله اعلم هيعيش قد ايه، ثم بعد ذلك ينتقل الى الرفيق الاعلى ويدفن بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقصورة الشريفة صلى الله عليه وسلم. يبقى لسه سيدنا عيسى ليه دور تاني هيؤديه في الاخر، ربنا سبحانه وتعالى رفعه علشان يؤدي دور معين في امة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا غير، هو هينزل يصلي خلف المهدي. خلف المهدي، هو كلمة المهدي دي اصلا كلمة شيعية، انما عند اهل السنة هو امام عادل يأتي في اخر الزمان، اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله وشريف حسني، يولد في المدينة المنورة ويتعلم فيها علوم الدين ويصل لدرجة الاجتهاد المطلق، ما يكونش بيفتي على مذهب لكن يصل لدرجة الاجتهاد المطلق، يبقى مثلا ليه رأيه خاص زي الامام الشافعي زي الامام مالك زي الامام مثلا ابي حنيفة، يبقى وصل لدرجة الاجتهاد المطلق، لا يفتي على مذهب معين ولكن ينظر للأدلة ويستخرج من الاحكام مباشرة، واخد بالك. ده سيدنا محمد بن عبد الله اللي هم سموه الشيعة المهدي المنتظر. ده هيظهر، لابد انه هيظهر، وهيجتمع حوله المسلمون ويتألفوا حوله، ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصلح له الامر. اول ما هيظهر هيظهر في موسم حج والمسلمين يجتمعوا حوله، فلما يعرفوا ان المسلمين اجتمعوا حول امام في موسم حج يحضروا جيش يجي من قبل الشام عشان يهدم الكعبة، يقوم ربنا يخطف بالجيش ده من اوله لاخره بالقرى اللي موجود فيها، فاول ما يخطف بالجيش ده الكفار يخافوا بقى، يقول لك سيبوه بقى ده مش هنقدر عليه، فربنا يصلح ليه الامر ويبعث له بقى جميع رؤساء الجمهوريات الاسلاميه رسائل تأييد ان هم يؤيدوه، ويصبح هو خليفه المسلمين، ويقرهم هم على ما هم عليه من ايه؟ من حكم، ولكن تحت امرته، يبقى زي خليفه وتحت امرته دول ولايه على ايه؟ على البلاد الاسلاميه المختلفه، ويكون مقره في الشام، يعيش في دمشق، وبعدين يظهر في عصر هذا الامام العادل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انه تمتلي الارض جورا وظلما حتى ياتي امام عادل يملاها قسطا وعدلا، اللي هو ده الامام العادل ده. فبعد كده يظهر المسيح الدجال
في عصر المهدي بعد 8 سنين من توليته، بعد 6 سنين مختلف فيها الله أعلم، عدة سنوات، فيستعيذ بالله منه لأنه ليس له قوة ولا طاقة، لأن لما هيحصل الحكاية دي المسلمين هيمروا بأزمات مجاعة شديدة، لأن كل الكفار هيمنعوا كل المساعدات عن البلاد الإسلامية، مش انتوا اتفقتوا على إمام بقى خليه يأكلكم ويشربكم، فيحصل مجاعات في بلاد المسلمين، واخد بالك ازاي؟ فلما تحصل مجاعات في بلاد المسلمين وبجانب المجاعات دي يحصل قحط وجفاف والمطر ما ينزلش، كل ده تمهيد لظهور المسيخ الدجال عشان يبقى فتنته شديدة، يجي بقى على جوع ويجي على قحط، واخد بالك ازاي؟ ويجي على حاجة، ويجي في الوقت ده وهو مع الأموال ومع الخبز ومع الطعام الكثير ومع الحاجات دي رايح على ناس جعانة ومش لاقي، عشان تبقى فتنته شديدة، فيستعيذ سيدنا المسيح سيدنا المهدي الإمام المنتظر من المسيح الدجال، فينزل سيدنا عيسى بن مريم في صلاة الفجر في دمشق خلف السرية ويصلي سيدنا الإمام المهدي الفجر، ثم بعد ذلك بعدما ينصرف من الصلاة يسلم له الراية، ويصبح من القائد هو سيدنا بقى المسيح هو القائد، والإمام محمد بن عبد الله يبقى من ضمن وزرائه، وينطلق سيدنا المسيح على باب لد ليقتل المسيح الدجال هناك في باب لد في اللد اليهود، لأن هيبقوا أتباع المسيح الدجال هم اليهود، يتبعه 100,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة كما قال صلى الله عليه وسلم، دي كلها بعدين. المهم الخلاصة إن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء إنهم يبشروا بمبعث هذا النبي، ولو فرض جدلا أنه ظهر في عصر أحدهم يجب على هذا الرسول أن يتبعه ويسير خلفه، ده معنى الميثاق الخاص. يبقى وعشان كده استنتج من هذه الآية الإمام تقي الدين السبكي في رسالة، استنتج من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء، نبي الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من الأنبياء أنهم يتبعوا نبي واحد، يبقى أصبح هو نبي الأنبياء. شوف بقى مقام هذا النبي، إذا كان هو نبي الأنبياء يعني خاص في الخاصة صلى الله عليه وسلم، وألف رسالة في هذا الإمام تقي الدين السبكي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وفي قراءة نافع آتيناكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وهذا دليل على أن الإقرار من أدلة الثبوت، حتى في الجنايات وفي المحاكم وعند المحامين يقول لك الإقرار سيد الأدلة، الإقرار، لأن ربك سبحانه وتعالى هو اللي قال لهم كده أأقررتم، فإذا أقرر يبقى خلاص، يبقى أقام على نفسه الحجة. ومن هذا من هذه الآية استدلوا على أن الإقرار سيد الأدلة، أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحانه وتعالى. قال أبو الحسن القابسي استخص، مكتوب عندك استخص ولا اختص؟ الكتاب اللي معاك استخص، وفي كتاب مكتوب اختص، أنا عندي برضو استخص، لكن في كتاب راجعته عندي لقيته كاتب اختص، يعني ما تفرقش. استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره، أي اختصه بزيادة فضل وفضيلة لم يؤته غيره من فضلاء الأنبياء، أبانه به، وهو ما ذكره في هذه الآية، ووضح هذا الفضل والخصوصية في هذه الآية، وهي خصوصية أخذ الشهادة على اتباعه من سائر الأنبياء، ولم يأخذ هذه الشهادة على من الأنبياء لغيره صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي، بعض المفسرين قالوا أن الميثاق ده ما كانش في عالم الزرد، ده كان الميثاق ده بالوحي، لما يبعث كل نبي ربنا ياخذ منه هذا الميثاق بالوحي، يعني ميثاق على انفراد مش على الاجتماع، ده بعض المفسرين. قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي، فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا
ونعته يعني وصفه له وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به. وقيل أن يبينه لقومه يعني يوضح نعته وصفته لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم. وقوله ثم جاءكم هذا الخطاب جاءكم كالضمير هنا يعود على مين؟ الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وراء ظهوركم ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس يبقى إيه؟ بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الميثاق لأهل الكتاب، ولكن الراجح إن الضمير هنا راجع على الأنبياء مش على أتباع الأنبياء الراجح، ولكن هذا بعض التفاسير ذكر هذا بعض التفاسير قالوا إن جاءكم هنا الضمير هنا يعود على أتباع هؤلاء الأنبياء المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن عائد على الأنبياء ده الراجح. ولكن في تفسيرين أحدهم يقول الضمير يعود على المعاصرين والآخر يقول إنه يعود على الأنبياء، والراجح إنه يعود على الأنبياء لأنهم مذكورين قبلهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه سيدنا علي كما رواه ابن جرير في تفسيره لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده يعني من لدن آدم لأن أول الأنبياء سيدنا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذن العهد بذلك. كل نبي يأخذ هذا العهد على قوم، يبقى النبي يعاهد ربه انه يتبع هذا النبي ثم بعد ذلك يعاهد قومه انه بعدما ينتقل للرفيق الاعلى اذا ظهر هذا النبي تتبعوه وتسيروا خلفه. ونحوه اي نحو هذا المعنى ايضا روي عن السدي وقتادة. السدي في السدي الكبير والصغير، السدي الكبير اللي هو اسماعيل من التابعين وكان قوي وثقة وروى عن سيدنا عبد الله بن عباس وده المقصود، أما الصغير فكان ضعيف وغير ثقة وترك عنه الرواية كثير من العلماء. ونحو عن السدي، وعشان كده بعض العلماء يقول لك السدي الكبير علشان يبين لك يعني ايه ان هو بيأخذ عن السدي اللي هو كوفي، الاثنين كانوا كوفيان والاثنين تابعيين ولكن واحد كان اكبر من الثاني وكان اوثق من الاخر. عن السدي وقتادة، وقتادة من فضلاء التابعين ومن الأجلاء المفسرين وتكلمنا عنه سبق في آي. وروي نحوه عن السدي وقتادة في آي يعني من ضمن آيات، لما ذكر هؤلاء العلماء اللي هو السدي وقتادة آيات تضمنت قبله من غير وجه واحد، ذكروا هؤلاء العلماء آيات كثيرة تضمنت فضل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من وجه فذكروا هذه الآية السابقة من ضمن هذه الآيات، ده معنى كلام المصنف يعني. قال الله تعالى هذه الآيات بقى هيقولها لك، بقية الآيات بقى ثانية اللي هي غير الآية اللي احنا ذكرناها في سورة آل عمران هيذكر لك آيات أخرى وهي آية سورة الأحزاب. قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ميثاق الخاص، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق من ذرية آدم كلها ميثاق عام، ثم أخذ ميثاق من الأنبياء ميثاق خاص على النبوة وميثاق خاص على اتباع نبينا، ثم أخذ ميثاق أخص من خمسة من هؤلاء الأنبياء اللي هم سماهم أولي العزم من الرسل اللي هو الميثاق الغليظ اللي هو ذكرهم في آية الأحزاب. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ابتدى بالأول لبيان فضله مع أنه كان آخرهم بعث، يبقى بدأ به منك قبل سيدنا نوح لبيان فضيلته عليهم وسبقه لهم في عالم الأرواح وسبق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا وهكذا،
كل هذه الأخبار دلت على أنه له الأولية صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء من حيث الوجود الروحاني ومن حيث الاختصاص النبوي والاختصاص بالرسالة. ثم بعد ذلك خص بعده غيره سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، دول الخمس أولي العزم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفيه تخصيص بعد تعميم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، يبقى في ميثاق من النبيين عامة، وبعدين في ميثاق خاص بقى تعلق بالخمسة دول بس. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ده الميثاق العام، وبعد ذلك تخصيص بعد تعميم، واخد بالك؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ده ميثاق عام، ومنك ده ميثاق خاص، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى الميثاق الغليظ ده ميثاق خاص، وعشان كده سموهم أولي العزم، لأن الميثاق عدة مرات مش ميثاق مرة واحدة. فمنهم الميثاق العام، ثم ميثاق نبوة، ثم ميثاق النبوة العامة، ثم ميثاق أن يتبعوا هذا النبي، ثم ميثاق الخصوصية، وميثاق الميثاق الغليظ اللي هو ميثاق أو أنهم أولي عزم من الرسل. وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، في سورة النساء، آخر سورة النساء، أول آخر ربع في سورة النساء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إلى قوله تعالى شهيدا. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا الإمام عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه ونفعنا الله بذكره في الدارين، أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أفاق مما أصابه لما علم وسمع بخبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، حدث له لسيدنا عمر صدمة، حتى أنه قال ووقف على باب الحجرة الشريفة وفيه الجسد الشريف مسجى، وقال: من قال أن رسول الله مات أقتله بسيف، ووقف يشوح بسيف زي ما تقول أصيب بصدمة. إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يموت وكان لسه مصلي بيهم وكان لسه بيكلمهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى عندهم ولا زال عند أمته من أعينهم ومن أنفسهم ومن أهلهم ومن أموالهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلما سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان انفعال سيدنا عمر انفعال شديد، حتى انه وقف على باب الحجرة الشريفة وقال: من قال أن رسول الله مات أقتله بهذا السيف، وجلس يشوح بهذا السيف بسيفه، حتى أرسله لسيدنا أبي بكر الصديق. فجاء من آخر المدينة سيدنا أبو بكر ودخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله في جبينه وقال: طب صحيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج سيدنا أبو بكر الصديق من الحجرة الشريفة ووقف على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال خطبته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فخرج الناس وأهل المدينة يرددون هذه الآية وكأنها أول مرة. لفت انتباههم إليها سيدنا أبو بكر، فأفاق سيدنا عمر من حالته التي كان عليها بعدما سمع خطبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم وقف يرثي نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر كلاما يرثي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذا الكلام هذا الذي نقله المصنف،
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم أي رثاه بعد موته، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي يعني متعلق بمحذوف معلوم، المحذوف هنا أنه يفديه، ودل عليه الضمير المنفصل اللي هو أنت، بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني أفديك بأبي وأمي، فما تحطش بقى أنت، أما تقول أفديك بأبي وأمي، لما يحذف أفديك يحط مكانها أنت عشان تدل على تعلقها بالمحذوف، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء أي في مقام الوجود وذكرك في أولهم، فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية. يبقى استدل بالآية هنا على أفضلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر على سائر الأنبياء، إنه بعثه آخر الأنبياء من حيث الترتيب الزمني الدنيوي، ولكن لما ذكروا معاهم ذكروا أولهم، دل على أفضليته. ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أي عند الله سبحانه وتعالى أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يعني شوف أهل النار يبقوا في النار بيعذبوا في أطباق النار ويتمنوا أنهم إيه يتبعوا الرسول، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا. عند الله، لأنهم لما يبعثوا يوم القيامة وتنصب الموازين ويجدوا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مقام عظيم عند الله، ويجدوه في المقام المحمود، ويجدوه عند كل ملمة وعند كل مصيبة، ويجدوا مفتاح الجنة بيده صلى الله عليه وسلم، ويجدوا أمته أول الداخلين وأول المبعوثين وأول المحاسبين، يعرفوا بقى كرامة هذا النبي، فقوموا إيه يدخلوا النار يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بعدما شاهدوا وعاينوا فضيلة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال قتادة، وقال بقى كلام كتير سيدنا عمر، ما هو بس ايه جاب لك الحتتين دول اللي هم يوافقوا المعنى اللي هو عايز المصنف، يعني ما جابش كل الكلام اللي قاله سيدنا عمر. من بين الكلام اللي قاله سيدنا عمر قال ايه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد استخذت منبرا وتركت الجذع، فحن الجذع لفراقك حتى أنك وضعت يدك عليه حتى هدأ، فوالله لأمتك أشد حنينا لك من حنين من الجذع. وذكر بقى أشياء كثيرة سيدنا عمر، وقال من بينها بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن الله أحيا لعيسى بن مريم الميت وأحيا لك الذراع فقالت لك إني مسمومة، وهذه أبلغ في الإحياء من إحياء الموت. شوف أنت بقى الشاء أصلا ليست من طبيعتها الكلام وهي حية، فما بالك بقى الشاء اتذبحت واتسلخت واتشاوت وخد حتة منها، الحتة دي وهي مشوية ومذبوحة ومسلوخة تتكلم، دي مش معجزة أشد؟ دي مش معجزة بقى أشد؟ معجزة أشد. وزي ما الإمام الشافعي برضو قال إن حنين الجزع أشد من إحياء الموت، حنين الجزع أشد من إحياء الموت، لأن إحياء الميت وكلامه ده فرع من حياته، من صفات الحياة، طبيعة الإنسان إذا دبت فيه الروح يتكلم، ده شيء عادي. إنما الجزع الميت ده أصلا ما فيهوش حنين وما فيهوش صوت، لأنه ده جماد، فربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الحنين وجعل فيه الأنين، وده شيء عجيب يعمله في جماد، وهذا فرع الحياة، فيبقى ده إحياء أبلغ من إحياء الميت، واخد بالك إزاي؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوتي نبي من معجزة إلا وأوتي رسول صلى الله عليه وسلم من جنسها أو أبلغ منه، زي ما ربنا شق سيدنا موسى البحر بالعصر، شق سيدنا رسول الله القمر بالإشارة،
في أشد من دي البحر معجزة شديدة، إن البحر بضربة عصا ينشق كل فرق كالطود العظيم، ده شيء عجيب. لكن اللي أعجب منه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق القمر بإشارة إصبعه وهو في السماء، العصا تلمس البحر لكن إصبعه لم يلمس القمر، بالإشارة ينشق القمر. وتأتي الآية تدل على ذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يبقى إيه؟ كل نبي أوتي آية فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مثلها أو من جنسها وأبلغ صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى، فلازم تعرف هذا. قال قتادة كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو نعيم في دلائله مرسلة، لأن أبو قتادة ده قتادة ده تابعي، وما نقول لك مرسلا يعني إيه؟ يعني لم يذكر الصحابة، يعني يجي التابعي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما شافش رسول الله، طب جابها منين؟ لازم في صحابي في السكة هو اللي وصل له الخبر ده، واخد بالك؟ فإذا أسقط الصحابي يسموه مرسل، إذا جاء التابعي وأسقط الصحابي وقال لك قال رسول الله يسموه مرسل، ودي من علامات الضعف في الحديث، واخد بالك ازاي؟ لكن يجوز الاستدلال بالمراسيل في المناقب، ولكن لا يجوز الاستدلال بالمراسيل في الحلال والحرام والتحريم الا بشروط معينه ذكرها من الشرع في الامه والاصول ليهم فيها مبحث كبير. لكن الخلاصه ان احنا طالما بنتكلم في المناقب، يعني في مناقب نبي او صحابي جليل او في مناقب ملك كريم، يبقى يجوز اننا نستدل بالمراسيل طالما توافق المعاني الاصليه المعلومه، لا تاتي بمعنى جديد يخالف ما هو معلوم، ولكن تضيف معنى جديد يوافق ما هو معلوم، يبقى يجوز هذه الحاله. قال قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث. كنت اول الانبياء في الخلق اي في عالم الارواح اللي هو عالم الجبروت، لان احنا قلنا في عالم الجبروت وفي عالم الملكوت وفي عالم الملك، وفي قبل عالم الجبروت حتى عوالم لا نعلمها عند الله سبحانه وتعالى لا نعلم، ولكن ربنا اعلمنا ان في عالم اللي هو عالم كن، بين كن فيكون، في فتره زمنيه ولو لحظه طرفه عين، طرفه عين دي احمد زويل خلاها مش عارف 32 مليون سنه، في طرفه العين دي الثانيه، واخد بالك؟ قعد يقسمها للفيمتو سكند، لما خلى طرفه العين اللي انت بتطرفها دي تساوي في عمر الذره 32 الف مليون سنه، يعني الذره يمر عليها 32 الف مليون سنه بالنسبه لزمنها وانت يمر عليك ثانيه، شوف زمان جوه الزمن، زمن جوه الزمن، وانت زمنك انت ده عند الله اليوم عند الله كخمسين الف سنة وكالف سنة مما تعدون. يبقى دليل ان في ازمنة كثيرة، في ازمنة اليوم بالف سنة وفي ازمنة اليوم بخمسين الف سنة وفي ازمنة ما نعرفهاش برضه، فالازمنة متفاوتة وغير معلومة. فبين كن فيكون اللي هي اللحظة دي يسموه ايه؟ عالم الامر، يسموه عالم الامر اللي هو لما ربك يدي الامر للشيء انه يكون، ده يسموه عالم الامر. فرسول الله كان اول الانبياء خلقا في عالم الامر، في هذا العالم اللي هو لسه حتى ما ظهرش، عالم كن قبل ان يكون، واخد بال حضرتك؟ ده يسموه عالم ايه؟ عالم كن او عالم الامر، بيسموه العلماء كده. فانت تقول ده ربك بيقول كن فيكون، شوف الفاء دليل صغر ايه؟ مفيش، كان لا لحظه لا زمن، لكن هذا اللا زمن ممكن في ازمنه يبقى ليه زمن. ففي اللحظه دي كان رسول الله اول الناس خلقا، ولكن من حيث الترتيب الزمني كان اخرهم بعث صلى الله عليه وسلم. فلذلك وقع ذكره مقدما، وعشان كده الامام قتاده، لان قتاده بيقول لك ليه وقع ذكره مقدما في هذه الايه؟ ليلوح ويبين انه كان اولهم خلقا، واخد بالك؟ يبقى ربنا جابه في الايه اولا تلويحا لتقدم
رسالته ونبوته على سائر الأنبياء، وتلويحا لتقدم فضيلته وفضله على سائر الأنبياء. يبقى يبين فضيلتين، واخد بالك؟ قال السمرقندي في هذا تفضيل نبينا صلى الإمام السمرقندي اللي هو يسموه أبو الليث إمام الهدى من المفسرين الكبار، مات في القرن أوائل القرن الخامس الهجري. في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا. المعنى أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر، وقال تعالى كالذر اللي هو بيبين لك الميثاق الأولي للكل اللي احنا نوهنا عليه في أول الجلسة، ثم بعد ذلك الميثاق المخصوص على الأنبياء، ثم مخصوص الخصوص اللي هو على الأنبياء أولي العزم اللي احنا تكلمنا عليه فيه. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية في سورة البقرة أول الجزء الثالث، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أنت بتقول لا نفرق بين أحد من الرسل في الآية، مش كده بتقول كده؟ لا نفرق بين أحد من رسله، القرآن أمرنا بهذا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعدين احنا قاعدين بنفرق بين ايه؟ بين بعض الرسل وبعض من حيث الأفضلية، هل ده في تناقض بين الآيتين ولا ما فيش تناقض؟ ما ايه المعنى؟ المعنى المقصود لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الصدق في الرسالة والتبليغ عن الله، كلهم أنبياء وكلهم مرسلين وكلهم صادقين، لا نفرق نحن بينهم، لا نقول أن بعضهم صادق والبعض كاذب، لا نؤمن ببعض الرسل ونكذب ببعض، ولكن نؤمن بكل الرسل. يبقى لا نفرق من حيث الإيمان بالرسل أجمعين، بل نؤمن بهم أجمعين، ولكن الرسل نفسهم فيما بينهم وبين بعض من حيث أفضليتهم فهم درجات. وعلشان كده بينت الآية الثانية أنهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الدرجات وفي المقامات، ولكن الكل مصدق والكل نبي والكل رسول. وعشان كده نحن مأمورين ألا نفرق بين الله ورسله. يعني إيه؟ يعني ما نؤمنش ببعض ونكفر ببعض، هو ده التفريق بين الله ورسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وعشان كده ما تقوليش بقى في واحد مسيحي هيبقى ناجي، عشان ده كان راجل طيب طول العمر قاعد بيبني مستشفيات وبيبني مدارس وبيتبرع للناس وكان راجل أهل خير، ولا تيجي لي واحد يهودي تقول لي ده ناجي، ده كان راجل كويس، راجل طول عمره متصدق وبينفق وبيعمل، ما شفناش منه حاجه وحشه في الدنيا، ممكن يبقى كويس من مفهوم الدنيا، الناس استفادت بيه بخبراته وبامواله وبنواحي الغنيه اللي فيه، لكن في الاخره مش ناجي لانه كذب. اليهودي كذب باثنين انبياء، ازاي ينجو؟ كذب بسيدنا عيسى وكذب بسيدنا محمد، هينجو ازاي ده؟ اذا كان ربك هو بيقول لك ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني هم امنوا بجميع الانبياء والرسل من اول سيدنا عيسى فما سبق، وجم بعد سيدنا من اول سيدنا موسى فما سبق، دول اليهود امنوا بجميع الرسل لحد سيدنا موسى، وبعد كده قالوا لا ما فيش رسل تاني، فكفروا سيدنا عيسى وكفروا سيدنا محمد، يبقى دول هينجوا ازاي؟ ينجوا ده ما ينجوش. تيجي المسيحي امن بكل الرسل، ده على فرض جدلا انه هو يعتقد في الله نفس اعتقاد المسلمين، لكن ده كمان اعتقاده في الله فاسد، لان اليهود قالوا عزير ابن الله، يعني هم وقعوا وقعتين، وقعوا مع الله وقعوا مع الانبياء الله، يعني طلعوا من مصيبه لاشد مصيبه، اشد طلعوا من مصيبه تكذيب بعض الانبياء الى مصيبه اشد وهو الالحاد في صفات الله عز وجل. فاحنا لو غضينا الطرف عن المصيبه الاشد ونتركها لله بقى ينظر فيها، لان انا اعرف بعض اصدقائي يعني مسيحيين زملائي يقول لك لا ما فيش حاجه اسمه ابن الله، ده رسول، سيدنا عيسى ده رسول زي بقيه الرسل، يعني كانه بيعتقد في الله زي اعتقادنا احنا انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لكن ما صدقتش في سيدنا رسول الله يبقى برضه مش نادي.
رايح في داهيه برضه، لكن كفره اخف من كفر غيره، لكن برضه كافر، لكن كفره اخف من كفر غيره، لانه بقى واقع في مصيبه واحده مش مصيبتين، واقع في مصيبه تكذيب رسول، ما وقعش في مصيبه الالحاد في صفات الله بجانب تكذيبه للرسل مثلا. لو فررنا، لو فررنا هو، لو جامل ولا ما جامل، ما هو رايح في داهيه، لو طول ما هو مكذب بسيدنا رسول الله. فاي انسان يكذب بنبي من الانبياء ولو مسلم قاعد معنا في الجامع هنا ويقول لك والله انا مش عاي، انا ما بامنش مثلا بسيدنا الياس ده، سيدنا الياس ده كان والي مش كانش نبي يعني. طب انت بينك وبينه صار اشمعنى سيدنا الياس عايز تطلعه من وسط الانبياء يعني تقول لي ده مش نبي؟ يبقى كافر. لو قال كده نقول له انت كافر، لان ربنا قال في صحيح القران وان الياس لمن المرسلين. تيجي تقول لي لا مش من المرسلين تبقى كذبت بآية من القرآن، واللي يكذب بآية من القرآن راح في الستين ده، فشوف ده بكذب بآية واحدة في القرآن راح في الستين ده، فما بالك اللي بيكذب بالقرآن كله؟ يبقى رايح فين بقى؟ في دواهي بعدد آية القرآن، واخد بالك؟ فعلشان كده انا بقول لك احذر انك انت تفتكر الحكاية حكاية التقريب بين الأديان ومش عارفين، ما فيش حاجة، هو الدين واحد، فيش حاجة اسمها أديان، هو الدين واحد، لكن في شرائع، اليهود لهم شريعة والمسيحيين لهم شريعة وسيدنا محمد له شريعة، فالشرائع تختلف ولكن الدين واحد، الدين الإسلام، سيدنا عيسى ابن مريم مسلم وسيدنا موسى مسلم وسيدنا نوح مسلم وسيدنا إبراهيم مسلم وسيدنا إسحاق مسلم وسيدنا مسلم وكل الأنبياء مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام، هم المسلمين كلهم. سيدنا عيسى ابن مريم قال أنا مسيحي؟ الحواريين قالوا إحنا مسيحيين؟ قالوا أشهد بأننا مسلمون. الحواريين نفسهم قالوا أشهد بأننا مسلمون؟ وفي سورة المائدة قالوا أشهد بأننا مسلمون؟ وفي آل عمران أشهد بأننا مش بأننا مسلمون؟ وبعدين سيدنا موسى واخد بالك؟ قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى أتباع سيدنا موسى كمان مسلمين، يبقى كل الأنبياء مسلمين. ها؟ لا، إن كنتم مسلمين في سورة يونس قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لا ما يأذوك، أنا بقول لك الآية اللي أنا إيه تخدم اللي أنا عايز، إن هو ذكر إنهم مسلمين في سورة يونس في آخر يونس، واخد بالك؟ فقال إن كنتم مسلمين. وسيدنا إيه إبراهيم مسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من كل الأنبياء مسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لخص الحكاية دي في حديث جميل وقال نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. شوف الكلام العظمة، نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، إخوة علات يعني إخوة غير أشقاء، أبونا واحد يعني ديننا واحد هو الإسلام، وأمهاتنا شتى يعني شرائعنا شتى، لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. يبقى الشرع الشريعة تختلف لكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وعشان كده أرض فلسطين دي أرض مسلمين، لما كانوا اليهود مسلمي عصرهم كانت الأرض بتاعتهم، كانت القدس دي ليهم لأنهم كانوا مسلمي عصرهم، فهي أرض مسلمي كل عصر. فلما نزع الإسلام منهم بعدما كفروا بنبينا نزعت منهم وأخذها مسلمي عصرنا وهم الصحابة. وعشان كده اليهود لو أسلموا مش هنقول لهم اطلعوا من فلسطين، هنقول لكم خليكم، لأن ربنا جعل الأرض المقدسة دي أرض لمسلمي كل عصر، وحمل المسلم كل عصر أمانة أن يدخلوا هذه الأرض ويحرروها من كفار عصر العصر، فدي أمان. وعشان كده خلاف بيننا وبين اليهود مش خلاف على الأرض، ده خلاف في الدين. لو اليهود قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله هنقول لهم خليكم زي ما أنتم، استوطنوا زي ما أنتم عايزين، وابنوا مستعمرة زي ما أنتم عايزين، خلاص بقينا إخواتي، صح ولا لا؟ اتحلت المشكلة، لأن الهدف إننا مش بنكرههم كأشخاص، إحنا ما بنكرههمش كأشخاص. نتنياهو بنكرهه عشان اسمه نتنياهو أو شرطه كده، نتنياهو ده لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وسمى نفسه محمد أو حتى خلى نفسه نتن زي ما هو اسمه برضه ما يدورش، يبقى أخونا على طول وندافع عنه بقى حبيبنا وإيدنا في إيده، صح ولا لأ؟ فهو الخلاف إن الأرض، عشان كده اليهود يقول لك الأرض دي بتاعتنا، مش أنتوا في القرآن وربنا قال ادخلوا الأرض المقدسة؟
وفي مسلمين يقول لك اه صحيح يا اخي، ما ربنا قايل لهم كده دي الارض بتاعتهم، ما ياخدوها يا اخي، احنا ليه ناخد؟ لانه مش فاهم. الارض دي لمسلمي كل عصر، دخلوها لما كانوا مسلمي عصرهم وكان سواهم كفار، فلما كفروا وجب على المسلمين انهم يدخلوها لانها ارض مقدسه طاهره لا يسير فيها نجس، اللي يسير فيها طاهر متطهر مسلم. فلما تنجسوا بتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم اصبحوا مطرودين من هذه الارض، فجايين يفرضوا نفسهم عليه. خدت بالك ازاي؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء اخوه علات، امهاتنا شتى يعني شرائعنا شتى وابونا واحد يعني ديننا واحد. شوف التشبيه الجميل. وعشان كده ان الدين عند الله الاسلام، من لدن سيدنا ادم لحد ما تقوم الساعه، اللي هيدخل الجنه كلهم مسلمين، كل اللي هيدخل الجنه مسلمين سواء كانوا اتباع نبينا او اتباع الانبياء السابقين، كلهم مسلمين على الاطلاق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال اهل التفسير اراد بقوله ورفع بعضهم درجات هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بعضهم هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه لم يذكره صريحه؟ لانه اوضح من ان يذكر. لما تبقى الحاجه واضحه عايزه تنويه، لما تبقى الشمس طالعه عايز تقول الناس الشمس اهي طالعه، شوف الشمس طالعه بالقمره اهو، هتقول له كده ما هي واضحه طالما الضوء طلع والنهار طلع، تبقى الشمس طالعه من غير ما تفتح الشباك وتشوف الشمس. خدت بالك ازاي؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، ومن الوضوح اوضح من ان يذكر تصريحا، ولكن يذكره تلميحا وتلويحا. واخد بالك؟ وعشان كده قال ورفع بعضهم درجات، يعني كانه بيقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم هنا. وذكره بالتنكير لبيان عظم رفعته على سائر الانبياء، لان النكره تفيد ايه؟ تفيد العظمه الكثره. وذكره في سوره في الجمع لدليل جمع الفضائل له صلى الله عليه وسلم. أيوه كان له نور صلى الله عليه وسلم، كان له نور يغلب على طينته النور صلى الله عليه وسلم، حتى ان كان النور ده يرى في جبهات ابائه من قبل وينتقل الى ارحام الامهات، حتى كان في اخر الزمان كان في جبل سيدنا عبد الله اللي هو ابو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله كان وهو شاب كده يمشي كان يشوف النور على جبهته، لدرجه ان كانت حتى النساء تراوده عن نفسه عايزين النور ده يدخل فيهم هم. وكان سيدنا عبد الله كان عفيف كان يأبى ذلك إلا بزواج، فأبوه زوجه بأكرم نساء عصره وهي السيدة أمينة بنت وهب. فلما تزوجها ودخل بها انتقل النور إلى السيدة أمينة، حتى أنها أول ما حملت به رأت نورا تضيء له قصور الشام، وكانت تسمع الهواتف وهي نائمة أنك حملت بأشرف الخلق، وتيجي تنام بعد ليلة ولا الثاني حملت برسول الله، تيجي تنام بعد يومين ثلاثة تيجي يجي لها هاتف سيدنا آدم يقول لها إنك تحملي بين أحشائك محمد رسول الله. كل يوم والثاني يجي لها نبي يبشر، سيدنا إبراهيم زرها في المنام، وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، كل دور يروح يزوره السيدة أمينة بنت وهب. كانت كثرت عليها الرؤى لدرجة إنها بتقول لولا الرؤى ما شعرت في حمله بثقلي في بطني كما تشعر النساء، لولا الرؤى ما تأكدت أني حاملا به، لأن لم تشعر بثقل في أحشائها ولا في بطنها زي ما تشعر النساء، كان حمله خفيف صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما ولد ولد مسرورا مختونا، مختونا يعني ما حدش قطع له حبل سرة، نزل مقطوع حبل السرة لوحده صلى الله عليه وسلم، ولم يختنه أحد من كرامته على الله، نزل مختونا حتى لا يرى عورته أحد. واخد بالك؟ ولد مسرورا مختونا مدهونا صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه لما بعث صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه. فهو نور صلى الله عليه وسلم، نور حسي ونور معنوي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. والسيده عائشه زي ما قصينا عليكم القصه دي، السيده عائشه نفسها كانت بتدور على الابره بتاعتها، وقعت في الحجره وانطفأ المصباح، في دخل سيدنا رسول الله لقت الابره في نور سيدنا رسول الله اللي على الارض صلى الله عليه وسلم. ولكن كان نور النبي الحسي كان لا يراه الا من راى فيه الخصوصيه،
لكن اللي يرى فيه البشرية تغطي ظلمة البشرية على نور النبوة، لأنه لا يرى فيه إلا البشرية. فكان أبو جهل وأبو لهب ما يشوفوش فيه إلا البشرية، فعشان كده ما كانوش يشوفوا نور النبوة. إنما أول ما يسلم يرى بقى نور النبوة، أول ما يرى البشرية يرى الظلمة، ظلمة البشرية. إنما أول ما يرى فيه الخصوصية تنطفئ ظلمة البشرية وتضيء نور الرسالة والنبوة، فتبص تلاقي شاف النور ده. فعشان كده حتى المدينة نفسها سموها المدينة المنورة، ليه؟ لأنها فعلا كانت منورة بيه، منورة حسا. حتى إنه بعدما انتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن صلى الله عليه وسلم وروى التراب، قالوا وجدنا المدينة انقلبت إلى ظلمة، وجدوها ظلام، بقت ظلمة. سيدنا أنس كان يقول والله ما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة إلا غطى نوره على نور القمر، وما ظهر في نهار في صبيحة أضحية إلا غطى نوره على نور الشمس. ليه؟ لأن دول رأوا فيه الخصوصية فكان يروا فيه النور. إنما اللي يرى فيه البشرية ويقول لك محمد بشر بشر بشر، يقعد بشر يرى الظلمة، يعيش في الظلمة في العمر. لأنه اللي قال بشر على الأنبياء هم الكفار، اللي ذكر البشرية الكفار. واخد بالك ازاي؟ سيدنا نوح قالوا ايه؟ ما هو الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. وقالوا في سيدنا هود ما هو الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون ويشرب مما تشربون. كل اللي كفروا بالرسل كفروا بهم وذكروهم بالبشريه، انما كل من امن بالرسل ذكروهم بالرساله. ما حدش ذكر بالبشريه بقى خلاص، لان بشريته معروفه. احنا لا ننكر بشريه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، البشريه شيء معروف، لكن البشريه هو يتفق مع جميع الخلق في البشريه، لكن يختلف مع جميع الخلق في الرساله والنبوه. فلازم تذكر الانسان بالخصوصيه. انت لما تيجي تناديني تقول لي يا يسري يا بشر، ولا تقول لي يا دكتور يسري، تذكرني بالخصوصيه بتاعتي. انت راجل مهندس، اما نادي لك اقول لك يا مهندس يا بس مهندس، اذكرك بالخصوصيه ولا اقول لك يا راجل انت تعالى يا راجل؟ طب ما انت راجل، ما كل الناس عارفه انك راجل، يعني ده شيء مش جديد، ما انت راجل زي بقيه الرجال. لكن لازم الانسان يذكر بخصوصياته، وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يذكر بخصوصيته ولا يذكر ببشريته. فاذا ذكر ببشريته يكون على لسان الجاحد بنبوته وبخصوصيته، فنحذر هذا. وكثير من الناس في هذا الزمن المسلمين يقعدوا يعلقوا على هذا، يقول لك بشر بشر. ايه يا عم، هو حد من المسلمين قال ان سيدنا رسول الله مش بشر؟ حد قال عليه اله؟ ما هو بشر، ولكن بشر مثلكم ايه؟ يوحى اليه، يوحى اليه. انت بقى قعدت جنب البه بتاع البشر دي وبلط، طب ما تنطلق شويه الى يوحى اليه، امشي خطوتين كده واوصل لحته يوحى اليه، وعيش بقى في يوحى اليه دي بقى عشان تترقى، واخد بالك؟ انما هتفضل قاعد جنب البه كده لحد ما تموت، تفضل في الحضانه زي ابو لهب وابو جهل. ترقى بقى في يوحى اليه كده لحد ما ربنا يرقيك، وأن الى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، يعني فضلوا على سائر الأنبياء بفضائل كثيرة، وعلى رأسها إن كل الأنبياء كانت تبعث إلى أمها خاصة، ورسول الله بعث إلى الناس عامة، مش ناس عصره، ده ناس كل عصر. ومش الانس بس، الانس والجن. ومش الانس والجن بس، والى الملائكة. ومش الملائكة بس، والى كل المخلوقات. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الانس والجن رسول تكليف، والى الملائكة رسول تشريف، والى سائر الخلق رسول رحمة صلى الله عليه وسلم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. حتى انه كان يوصي على الطير في السماء، وعلى الحيوان في الارض، وعلى الدواء، ويقول في كل كبد رطبة اجر. صلى الله عليه وسلم، حتى الحيوان كان يوصي به صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأحلت له الغنائم، ولم تحل الغنائم لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، أحلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحل الغنائم لأحد قبله. ممكن نكمل الباب، فاضل ثلاث سطور، نكمل الباب، احنا طولنا عليكم عشان نخش في الباب اللي بعده المرة الجاية. وأحلت له الغنائم، طب امال الحروب اللي كانت بيحاربها الأنبياء السابقين وكانوا يغنموا فيها غنائم، كانوا بيعملوا فيها إيه؟ كانوا يجمعوا الغنائم دي كلها ويحطوها كده في حتة، تيجي نار من السماء تاخدها أو تحرقها.
ما كانتش تحل للأنبياء ولا لأتباع الأنبياء، ولكن أحلت الغنائم لنبينا بس صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد، وده تخفيفا على هذه الأمة، تخفيفا على هذه الأمة. وليه؟ ولأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم همتها عالية، فلو حاربوا مش هيحاربوا عشان الغنائم، حتى ولو كانت الغنائم حلال، بيحاربوا عشان الله ورسوله لعلو همتهم، لا ينظرون إلى الدنيا. فلما لم ينظروا إلى الدنيا أباح الله لهم الدنيا، ولكن الأمم السابقة كانت يغلب عليهم شهوات الدنيا، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يزكي نفوسهم ويبغض لهم الدنيا، فلم يحل لهم الغنائم حتى يكون حروبهم مع أنبيائهم خالصة لله، فلا يختلط تختلط نيتهم، لأنهم أقل من أنهم يستطيعوا أن هم يخلصوا النية لله، لأن البشرية نفسها مرت بمراحل، مراحل لحد ما وصلت لأمضد مرحلة هي مرحلة بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبح أصحاب النبي هم أمضد أصحاب الأنبياء، أكثرهم نضجا وأكثرهم إيمانا، لدرجة أن الحواريين أصحاب سيدنا عيسى رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ونفعنا الله بذكرهم، الحواريين دول اللي ربنا ذكرهم في القرآن قالوا لسيدنا عيسى إيه؟ أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مسلمين إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني قلوبهم مش هتطمئن الذي شبعوا يعني وكل. الصحابة ربطوا على بطنهم الحجر ولم يطلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان الفرق بين صحابة نبينا واتباع بقية الانبياء، وان كان كلهم لهم اهل فضل، ولكن نفس اهل الفضل درجات، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضل. وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى احل الانبياء لأمة نبينا تنويها لعظم هذه الأمة وشدة اخلاصها لله، وان عملها لا يكون للدنيا. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا اننا نعمل للدنيا، وقال ما الشرك اخاف عليكم ولكن اخاف عليكم الدنيا. فاحذر الدنيا انها تدخل قلبك وتعمل من اجل الدنيا، الدنيا احقر من انك انت تعمل لاجلها، ولكن اعمل لله. وخلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة ليك، عرضت عليه الجبال تبقى ذهب في يده وتراب في يد غيره ابى صلى الله عليه وسلم، لانه اغتنى بالله، كان غنى بالله، مش غنى بالذهب ولا بالفضة ولا بالعرب، كان غنى بالله. وعشان كده غنى النبي لا يزول، غنى النبي، النبي غني لا يفتقر ابدا، لان غنى كان بالله. انما اللي غني بفلوسه ممكن يفتقر في لحظة، في لحظة يفتقر ويفلس ويجي له جلطة وذبحة وشلل ويموت فقير، يقول لك ده اموالي ضاعت مش مستحق، لانه كان ايه؟ متوكل على امواله، كان غنى بالعرب. فانت خلي غناك بالله، الغنى عن الشيء لا بالشيء. وأحلت له الغنائم صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبله، وظهرت على يديه المعجزات الكثيرة، معجزات النبي كثيرة. وحيجي باب هنا إن شاء الله، يعني بعد عمر قصير إن شاء الله، باب مخصوص في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب ده، وعشان كده لا نصرف بذكرها الآن. وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أي خصلة حميدة أو كرامة أي خارقة للعادة يعني معجزة، إلا وقد أعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو أكثر منها جنسا أو إيه أو نوعا، زي ما تكلمنا في أول جنس. قال بعضهم يعني بعض المفسرين: ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه، فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول. جميع الأنبياء رب تكلمهم بإيه؟ بأسمائهم. لما كلمهم ندهم بأسمائهم، قال إيه؟ يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا نوح إنه ليس من أهل، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، وقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال يا موسى، وقال يا عيسى. وجاء في حق نبينا ما قالوش يا محمد ولا مرة، قال له يا أيها النبي يا أيها الرسول. ثم أنت تيجي تقول لي يا محمد، انت يا وانتجي في اخر الزمان تيجي تقول له كده يا محمد حسن؟ لم نسمع واحد ندى سيدنا رسول الله باسمه المجرد الا كافر بيه في عصر، الكفار بس هم لما كانوا يقعدوا معاه يقولوا له يا محمد، انما لما كان يدخل الصحابه الاجلاء سيدنا ابو بكر كان يقول له ايه؟ قره عين. لما كان ينادي على سيدنا رسول الله يقول قره عين، وسيدنا جميع الصحابه كانت تقول ايه؟ يا نبي الله يا رسول الله بابي انت وامي يا رسول الله، وهكذا كلهم ما كانوش ينادوا له الا بالنبوه والرساله
تأسيا بالقرآن، لأن الله مع جلالة قدره سبحانه وتعالى خالق الأكوان لم يناديه باسمه المجرد، ولم يكتفي هو سبحانه وتعالى بذلك، بل نهى الناس أن تناديه باسمه المجرد في آية في سورة النور، وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني لو خالف الإنسان أمر الله ونادى رسول الله باسمه المجرد ربنا بيحذره لحسن تصيبك فتنة أو عذاب أليم. يعني اللي حينادي باسم المجرد في حصيبه فتنة في عذاب أليم، خد بالك، فربنا ينجينا. فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم في سورة الشعراء أظن، وإن من شيعته لإبراهيم، أن الهاء هنا تعود على سيدنا محمد الضمير. أكثر المفسرين أن الهاء هنا تعود على سيدنا نوح، لأن سيدنا نوح هو المذكور قبله في سورة الشعراء، ذكر سيدنا موسى أولا سيدنا نوح، وبعدين ذكر بعدها وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم في سورة الصفات للشعراء في الصفات، واخد بالك، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى المذكور قبل سيدنا إبراهيم مين كان؟ سيدنا نوح. فإذ شيعته هنا الهاء هنا تعود على نوح أكثر المفسرين، ولكن بعض المفسرين قالوا أن الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم، أي من شيعة محمد لإبراهيم، أي على دينه، على اعتبار أصل الخلقة وأولية رسالة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول الأنبياء على الإطلاق، فيبقى سيدنا إبراهيم ما هو إلا على ملة سيدنا محمد اللي هي الملة الأولى اللي هي الرسالة الأولى دي المعنى. يعني عشان كده بعض المفسرين قالوا من الهاء هنا تعود على سيدنا محمد، زي برضو إيه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الهاء هنا به هنا اختلف المفسرين، بعضهم قالوا به أي يؤمن برسول الله قبل موته أنه رسول حق، أو أنه يؤمن بسيدنا عيسى بن مريم أنه هو رسول من عند الله وليس ابن الله وليس الله كما يدعي كفارهم. يبقى الهاء هنا اختلف المفسرون برضو فيها، هل تعود على سيدنا عيسى وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته، ولا تعود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق ولكن يؤمن به عند موته بعد الغرغرة حيث لا ينتفع بالإيمان، تحتمل دي وتحتمل. وإن من شيعتي لإبراهيم، أن الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن من شيعة محمد لإبراهيم، أي على دينه ومنهاجه، وأجازه يعني أجاز هذا المعنى الفراء، وحكاه عنه مكي من علماء التفسير، وقيل المراد نوح عليه السلام، وهذا هو عليه معظم أهل التفسير. ونقف على الفصل الثامن، وعنوانه في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه صلى الله عليه وسلم، الخميس القادم إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.